أرث الريال ابنة الكونت ريال، علشان تحمي نفسها وأخوها من قرايبها طمعانين في مراسها، تروح للدوق غايل فون جينيت، الدوق القوي والارستقراط البحار اللي بيحمي البحر والسفن من الوحوش والقرصنة. بس ثانية واحدة، ده في الصبح بس، أما بالليل بيكون رئيس قمة القرصنة اللي بتسرق السفن وبتستولي عليها. يعني اللي بيحمي الصبح بيسرقه بالليل. هتعرض عليه أرسل الزواج مقابل إنها تديله الجزر بتاعتها، بس هيوافق الدوق لأنها عارفة سره، بس هيوديها للجزيرة بتاعته، الجزيرة اللي بيروحها ما بيخرجش منها حي. يا ترى هتعرف أرسل تنجو بعد ما قالت إنها عارفة سره، ولا هتكون راحت لعرين الوحش برجليها؟ ويا ترى هيكون في رومانسية بينهم؟ أنا أرسل ريال، عندي حاجات كتيرة جدا، زي الميراث اللي حرسه من والدي، مكانة الكونت الكبيرة، والجزر الكتير اللي بتنتمي لقصر الكونت، حتى التأثير على المياه المحيطة بالجزر دي. بس كل ده راح واختفى، أو عشان أكون أكتر دقة، ده اللي هيحصل لأرسل وأخوها في الرواية اللي قريتها. بس ما كنتش عارف إني هتجسد فيها، وتبص أرسل وهي بلبس الحداد بعد وفاة باباها ومامتها، على القرايب اللي طمعانين في إرثها، اللي بيقول إنها هتوصل أخيرا لسيدرن رشد خلاص، وبقى عندها 20 سنة، فلو اتجوزها هيستولى على مكانة الكونت، واللي عايز يتقرب لهم عشان ياخد فلوسهم. وكل ده بيحصل طبعا قدام أريل وأخوها مايكل. يبص مايكل لأخته ويعيط، تحضنه أرسل وتقوله ما تبكيش، هيشوفوك وانت بتعيط، مش عشان الحرج، لأ الأطفال لازم يبكوا، بس الناس اللي هنا دي لو شافوك هنزوروا لك باستخفاف. راحت بصت له قالت له ما بقاش في حد غيرنا، ما نقدرش نثق في حد. قال لها أخوها ولا حتى الناس دي؟ ردت عليه أرسل دول طمعانين في إرثنا. قال لها أخوها هم أشرار؟ فكرت أرسل هو عنده 13 سنة بس رغم الحقيقة الصعبة لازم أقول له أحسن من أن يضحكوا عليه. وردت أيوة دول أعداء، إحنا ملناش غير بعض. ما كانتش تعرف تأثير الجملة دي على مايكل هتكون إزاي بعد كده. تاني يوم أخدت أرسل أخوها مايكل لقصر الدوج جانيت عشان تقابله هي وأخوها. فالعربة افتكرت أحداث الرواية الأصلية، إن أخوها كان بدأ يظهر عنده قوة سحرية كبيرة جدا، بس ملحقش يستمتع بالموهبة دي لما كنت وزوجته ماتوا فجأة في حادثة. ساعتها القرايب استولى على الميراث، وبسبب رغبة مايكل إنه يشوف البحر راحوا الشاطئ بآخر النقود معاهم، بس النقود دي اتسرقت وماتوا هما الاتنين متجمدين على الشاطئ. بس أنا مش هسيب ده يحصل، أنا هقابل الدوق جينيت اللي اشتهر إن الدوق البحار، هو السكراتي دايما حياته معزولة محدش يعرف عنها حاجة. المفروض في الوقت ده هيكون تحت ضغط من الإمبراطور عشان الزواج، بس هو مش هيسمع كلام الإمبراطور لأنه مش بيثق في حد، هو شخص بيكره لما بيقتحم شيء غير مستقر حياته الخاصة. أتمنى يقبل اقتراحي. وهي بتفكر كان وصلوا للشاطئ اللي بيروحوا الدوق جينيت علشان يسترجع ذكرياته مع والده اللي لسه ميت، وده طبعا لأنها عارفة الرواية، شافته هو واقف في المية، دخلت المية علشان تروح له. قال لها انتوا مين؟ ده الشاطئ بتاعي الخاص، ما اعتقدش انكم مدعوين. حيته أرسل وحنت نفسها، قال لها انت بتحييني في المية؟ احنا حتى مش على الشاطئ، احنا في المية، انت عايزة ايه؟ اتوترت أرسل وقالت له انا أرسل ابنة الكونت ريال، وده اخويا الصغير مايكل، انا هنا عشان اعقد معاك صفقة. ربما صاحب السمو هو دوق البحر، بس انت مش محتاج منطقة البحر بالقرب من جزيرة الكونت ريال، وانا هنا عشان اسأل لو كنت مهتمة بالزواج بلا حب ولا لا. بصلها وقال لها ابنة الكونت ريال؟ اللي لسه الجنازة بتاعته معمولة من قريب. راح وقف كده وحنى نفسه وقال لها تعازية. راحت وقفت هي كمان وقالت له تعازية عشان والده لسه ميت من شهر. فكرت أرسل ان الدوق جينيت في الوقت ده كان بيحاول يأمن منصبه، كان بيعاني من شائعات الزواج، حتى ان بعضهم حاول إغراءه بطريقة غير مباشرة عشان يقنعوه. الأغبياء دول بيحاولوا سيطرة على البحر، بس كانت نهايتهم كلهم في الآخر الموت. وراحت قالت له الدوق بيدور على عروس صح، بس سموك بترغب بالترحيب بالعروس بالشروط اللي انت عايزها، مش عشان كل الزيجات اللي حواليك منخفضة المستوى، لا ده علشان من الصعب انك تلاقي عروس تفهم كل شيء عن جينيت. راح قال لها بتهديد واضح انك بتلمحي ان جينيت معيوبة. اتوترت ارسل وقالت له لا هو ده ممكن؟ انا قصدي اني عارفة ان مية منزل كونت ريال مفيش غنى عنها للدوق. راحت فكرت ارسل ده طبعا لان في اسم تاني لدوقية جينيت البحرية، وهي قمة القرصنة. العائدات غير المشروع من القرصنة أكتر من 10 أضعاف الدخل المبلغ عنه في الواقع. هي عيلة وظيفتها الرئيسية أساسا هي القرصنة، حتى لو كانوا عارفين إن في سفينة فيها كنوز كتير بتقف في طريقهم منطقة الكونت ريال، يعني اللي بيحمي المنطقة والسفن الصبح هما نفسهم اللي بيسرقوها ويهددوها بالليل، وأكيد مية الكونت ريال بالنسبة له مرغوبة. بصلها الدوق بتهديد كأنه هيقتلها. خافت أرسل
بس قالت لو جه شخص يعرف سرك اكيد هتحاول تقتله، وراحت قالت له على طول علشان كده جيت اعمل مع الدوك صفقة، هديك منطقة البحر كونت ريال، انا مش محتاجاها، بدل كده ارجوك تزوجني، انا مش بحبك وانت مش بتحبني، انا محتاجة بس حماية ليا ولاخويا لحد ما يتخرج مايكل من الاكاديمية، هنفضل متجوزين لحد ده، حتى لو انفصلنا بعد كده مش محتاج تديني تاني منطقة بحر كونت ريال. قال لها انا عارف اللي حصل للكونت، بس اعتقد ان الوضع مش سيء يعني لدرجة ان ما هيكون صعب الذهاب للاكاديمية. قالت له اكيد. قال لها طيب ليه جيتي؟ قالت له الدوك محتاج منطقة البحر وانا محتاجة حماية ليا ولاخويا، هو في صفقة اكتر كمال من كده؟ انا عارفة ان ظروفي مش كويسة كفاية عشان اتظاهر بان عشقة الدوك، فكرت ارسل مش مهم اكون وصية بدل زوجة، اي نعم كده الصفقة هتتغير، بس وهي بتفكر قال لها لا فهمت. قالت له ايه؟ اخدت القرار بالسرعة دي؟ قال لها انت جيتي بالوجبة الشهية دي، ما عنديش نية فوتها، خلينا نتكلم عن التفاصيل مرة تانية. وراح ركب عربيته ومشي. مسكت ارسل ايد مايكل اخوها وقالت له يلا بينا. شدها وقال لها انا خايف من الشخص ده يا اختي. قالت له انا خايفة برضه، ومعرفش الشخص ده معانا ولا مع اعدائنا، علينا بس ان احنا نمسك ايد بعض ونتماسك. بتبص لمايكل لقيته مصدوم، قالت له في ايه؟ قال لها العربة اللي جينا فيها اختفت. بصت لقيت حقيقي العربية اختفت، فكرت ان ده زي اللي حصل بالظبط في الرواية، بس ده مش هيحصل. وراحت خرجت فلوس من الفستان بتاعها، قالت يلا بينا نروح نركب عربية تانية. وقبل ما توقف عربة تانية لقيت عربية واقفة قدامها، لان الدوك بعت لها عربية، بس اخدتها العربية لمنزل الدوك مش منزلها. وراحت غرفة الضيوف لقيت الدوك واقف وبيقول لها مبسوط انك على استعداد انك تيجي. فكرت وقالت الامر مختلف دلوقتي عن لما كان في الشاطئ، دلوقتي لبس الهدوم بشكل حلو. قالت له شكرا ليك انك بعت عربة، كنت فاكرة انهم هيودوني المنزل الكونتريال. رد عليها احنا المفروض نتجوز صح؟ ليه فاكرة انك رايحة الريال تاني؟ بس لو طلع الشائعات اني قعدت في بيت الدوك قبل الزواج. بس ما سبهاش تكمل، قال لها لو انتشرت شائعات زي دي عائلة جينيت اتكرموا ككهنة فخريين، مش هتأثر علينا شائعات سخيفة زي دي صح؟ اندهشت وقالت سخيفة؟ ضحك وقال لها انت عارفة سري ومندهشة من اللحظة الصغيرة دي. فكرت ارسل انا شفت ده في الرواية بس، وراح قال لها هقطع رؤوس اللي تحدثوا عني بوقاحة، هتعملي ايه لما اقولك ان خلي السطح كله مليان بالدم؟ فكرت وقالت ده وقح جدا. قال لها هو انت مش بتخططي للزواج عشان تحصلي على قوة جينيت؟ يبقى بالقوة دي بندوس على الناس القذرة. وكده هي واخوها بقوا قاعدين في قصر الدوك جينيت. استنوني في بارت 2، مش هتأخر عليكم. باي.